الحضور الكرام محدود. سميتي عوضة ضيفي، حصل على المرتبة الأولى في البكالوريا على ساعة الإقلاع بمعدل 18.97. هذه النتيجة كانت بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، وبفضل الجهود ديال الأساتذة اللي قراوني في ثانوية أبو موسى الأشعري، كنوجه لهم تحية من هنا، وبفضل الدعم ديال عائلتي. كنبغي نشكر الجماعة على تنظيم هذا الحفل، لأن غادي يبقى يشجعنا دائما باش نبقاو متميزين ومتفوقين. بالنسبة للتنظيم بالنسبة لي رائع، هذا الشيء كيدل على أننا عندنا واحد المكانة عند الجماعة وكتبغي لنا الخير وبغينا نبقاو ديما متميزين. كنطمح إن شاء الله أنني نولي طبيبة، نختص ان شاء الله في الجراحه، نقوم بعمليات خيريه بجولات خيريه في الدواور البعيده وفي المناطق اللي بعيده اللي ما كيقدروش يوصلوا للعلاج. كاينه شي وصفه سحريه، فقط انك تضع واحد الخطوط نضبط عليها لمده طويله. النجاح ولا التمييز ماشي شي حاجه صعيبه، شي حاجه سهله، غير بنادم كيبغي يعقدها. فقط ان خاص تكون عندك الرغبه وتنضبط، هادشي هادشي اللي كاين. رسالة للشباب أنهم يقرأوا أولا وما يبقوا تابعين الموجة ديال مواقع التواصل الاجتماعي، وهادشي راه غادي يدوس. خاصهم يعتقوا راسهم قبل ما يفوت الوقت ويبنوا راسهم، حتى شي حاجة ما غادوم لهم من غير راسهم. حصل على معدل 16.20 في شعبة سيونز اليسيون كونطابل. أولا كنبغي نشكر رئيس الجامعة وكل أعضاء الجامعة اللي انضموا لهذا الحفل هذا. كنبغي نشكر الأساتذة تاعي المؤسسة والوالدية اللي دعموني ماديا حتى معنويا. كنبغي نشكر أساتذة تاعي لأنهم واخا داك الإضراب اللي كان في الأول العام، إلا أنهم قدروا أنهم يغيكوبيغيو داك النقص وشرحوا لنا الدروس تاعنا وكشي كلشي مزيان. أنا صراحة دابا درت لي كلاس ابخي، صح انا كنت باغا ندير لي سكاي ولكن ما جبتش السوي تاعها، داكشي علاش درت دابا لي كلاس. ابخي مولدك عامين نقدر ندير لي كلاس، ندير لي سكاي من بعد. النقط تاعي صراحه المهم كانوا مزيانين، من غير في الفلورغون ما عرفتش طرا لي واش طراسات ولا شنو، مش هادشي صعيب واش في 14. اليوم نحتفل بعيد العرش المجيد، هذه مناسبه لتربع صاحب الجلاله على عرش اسلافه الميامين. كنحتفلوا بالتلاميذ ديالنا وكنحتفلوا بالرياضيين ديالنا وكنحتفلوا بالدكاتره والمهندسين ديالنا متميزين على مستوى جامعة الإقليع والمستوى الإقليمي وعلى المستوى الجهوي والوطني كذلك. هذه المناسبة هذه هي مناسبة عيد العرش المجيد اللي كنحتفلوا فيها كذلك بإعطاء الانتقال لواحد المجموعة ديال المشاريع المستوى الإقليع بحضور عامين صاحب الجلالة على عمل السكان أي تملل. كلنا جميع لنرتقي بهذه الجماعة هذه اللي نمحو الصورة النمطية اللي معروفة عليها، الصورة هذه اللي الحمد لله تمكنا من أننا نسيوها الناس ونعطوهم صورة جميلة على جماعة الإقليع اللي كنتمناو جميع أن ترتقي إلى مصاف المدن المتقدمة على المستوى الوطني، وهي سائرة فيه عبر إعطاء انطلاقة واحد المجموعة ديال المشاريع اللي كتعطي المدينة صورة جميلة جدا. لتنويل عقولنا وصلبيتنا على أن نكون خير خلف لخير سلف. جعل الله أعمالكم في ميزان حسناتكم، وشكرا لكم.